مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات على أرض مصر. معكم أنا سارة الهلالي، وحلقة يوم الخميس بنتمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم. بالتأكيد كان عندنا بعض المشكلات اللي لها علاقة بالحالة الصحية للمواطن المصري، واللي ما نقدرش نقول أنها تحلت 100%، ولكن نقدر نقول أنه في اهتمام كبير بهذا الملف الصحي بالمواطنين المصريين. المبادرات الصحية الرئاسية صحة أفضل للمواطنين خطت خطوات إيجابية في أكثر من مجال، وإحنا هنا في البرنامج تناولنا الكشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة، اتكلمنا عن التقزم، اتكلمنا عن الحالة الصحية لأطفالنا حديثي الولادة وغيرها. إنما يمكن اللي ما تكلمناش عنه بشكل كبير الأمراض الخاصة بالعظام، اللي كانت للأسف بتتميز بقوائم انتظار كبيرة، واللي المشكلة ابتدت أو في طريقها للحل إلى حد كبير. اسمحوا لنا في هذا الموضوع نتحدث مع دكتور علاء الطحان، أستاذ جراحة العظام بمستشفى الهلال الأحمر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا النهاردة، ومجال حضرتك مجال يعني دقيق جدا، والحقيقة صعب. يعني الأمراض الخاصة بالعظام من الأمراض اللي نقدر نقول عليها فيتل زي ما بنقول، أو يعني مشكلة كبيرة، وممكن تشخيصها كمان بيكون صعب. إزاي حضرتك شايف المبادرات الرئاسية نقدر نقول إنها أفادت هذا المجال في الطب؟ في الحقيقة مجال جراحة العظام هو مجال متطور دائما، حصل في خلال 30-40 سنة اللي فاتوا نقلة نوعية في جراحات العظام. على سبيل المثال كانت بعض الكسور بتؤدي إلى رقم كبير جدا من الوفيات، زي كسور عظمة الفخذ مثلا كانت بتحتل المرتبة الثانية في أسباب الوفيات عالميا. مع ظهور الجراحات المتقدمة لتثبيت العظام ولتركيب المفاصل الصناعية، ثم تلا الأمر ده تثبيت العمود الفقري والمناظير، أدى إلى تحسن كبير جدا في نوعية العلاج وفي كفاءة المنتج النهائي اللي احنا بنقدمه للمريض، وده انعكس بصورة إيجابية على الحياة. المشكلة الحقيقية اللي كانت بتواجهنا في مجال العظام هو نقص التمويل، لأن كمجال جراحة العظام هو مجال العمليات بتاعته مكلفة جدا. صحيح. فكان المبادرات الرئاسية أو المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ليها دور قوي ومهم جدا. اشتغلت على ثلاث ملفات مهمة جدا في جراحة العظام: مشاكل العمود الفقري، المرضى اللي كانوا منتظرين لسنوات طويلة ان هم يعملوا جراحات خاصة باستئصال الغضاريف، سواء كانت غضاريف قطنية او عجزية او غضاريف الرقبة او جراحات تثبيت الفقرات. والمجال التاني اللي اهتمت بيه كان مجال المفاصل الصناعية، وده كان بتمثل اعاقة لعدد كبير جدا من المرضى، وزي ما احنا عارفين ان المفاصل الصناعية غالية جدا جدا ومكلفة. فكان الأمر صعب، وكان المرضى بينتظروا بسنوات طويلة لحين توفير المفاصل. كل ده من خلال المبادرات الرئاسية اتحسن تماما. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ما نقدرش نقول ان المشكلة اتحلت بنسبة 100%، ومش مطلوب ان هي تتحل بنسبة 100%، لان يعني ده اللي بنتمناه، ولكن في دول كبيرة جدا زي انجلترا على سبيل المثال عندها قوائم انتظار، وعندها قوائم انتظار تصل لسنة او اكتر من سنة. والمجال الثالث اللي عملت عليه المبادرة الرئاسية كان الطب الرياضي، اللي هو جراحة المناظير، سواء الرباط الصليبي او الغضاريف او مناظير الكتف بكل المشاكل اللي فيها. صحيح. دور المستشفيات الحكومية بقى في القضاء على القوائم أو بالتضافر مع جهات مختلفة، لأن كنا دايما نسمع عن مثلا الحوادث ونشوف أنه ما بيتمش استقبال المصابين بشكل سريع، وكان ممكن يكون فيهم المجال الخاص بحضرتك أو التخصص اللي هو ليه علاقة بالعظام، بيبقى في بعض العمليات محتاجة تدخل سريع وما بيبقاش مع المواطن متوفر المبالغ، وكان بيتم أزمة. أعتقد
اعتقد ان دي اتحلت النهارده. دي اتحلت تماما لان القرارات الاخيره كانت بتنص بوضوح على ان جميع مرضى الطوارئ بياخدوا الرعايه الطبيه بتاعتهم دون انتظار لاي اجراءات لصدور قرار نفقة الدوله او موافقه تامين او امر من امور روتينيه. دي مريض الحوادث بيجي يدخل المستشفيات الحكوميه بيتعمل له الاجراء الطبي اللازم والعمليات اللازمه، وبعدين بعد كده بنبتدي نشوف المشاكل الإدارية دي نحلها. تمام، خلينا بقى طبعا لا يصح الا انتهز فرصه وجود حضرتك معانا النهارده ونفيد الساده المشاهدين قدر المستطاع. احنا كمصريين عندنا ممكن مشكله في فيتامين دي او في نسبته في المصريين، والموضوع ده يعني كتير ناس بتتحدث عنه مؤخرا وبيؤثر على الحاله الصحيه الخاصه بالعظام. خلينا نتكلم على ان الوقايه خير من العلاج، وايه المفترض ان احنا نتبعه في سنوات، سواء أنا النهاردة بربي طفل أو أنا في سني أو في الأكبر مني، المفترض نمشي إزاي في الفترات عشان نحافظ على عظامنا أكبر مدة ممكنة؟ هو طبعا إحنا عندنا مشكلة ثقافية للأسف، إن الناس ما عندهاش فكر إنها تبتدي تحرك الطفل وتحرك يمين وشمال. لا، الطفل بيبقى قاعد في البيت ما بينزلش، ما بيتعرضش للشمس، مع ان احنا دوله غنيه بالشمس. فالاطفال عندنا ما بيتعرضوش لنسبه شمس كافيه، والحكايه بتبتدي بان فيتامين د موجود في الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد. الحاجه الوحيده للمصدر الطبيعي للفيتامين د ان اشعه الشمس، الاشعه الخفيفه الصائليه الصبح او وقت ما بين العصر والمغرب، دي فيها نوع من انواع الاشعاعات بتحول الطبقه الدهنيه دي لفيتامين د يدخل جوه الدم ويستفيد بيه الطفل. احسن فتره في الصبح امتى؟ يعني نقول مثلا من الساعة 9 لغاية الساعة 10 10 ونص قبل ما الشمس تبقى حامية، لأن الشمس لما تبقى حارقة لا ما فيهاش الالترا فايلوت اللي هي اللي احنا محتاجينه. والفترة اللي قبل المغرب مباشرة. لو الطفل تعرض نص ساعة كل يوم لأشعة الشمس مع وجود أجزاء من جسمه مكشوفة، ده بيكون كافي تماما لبناء العظام. للأسف الأمر لما بقينا نقعد الأولاد في الفصول أو بقينا ما نعرضهمش للشمس الكافية، ده أدى إلى مشاكل بعد كده في العظام. لما أهملنا دور التربية الرياضية والنشاطات والأهالي ابتدت تركز على التعليم وعاوز الولد يبقى أو حصة الموسيقى وحصة الرياضة خدتها الحسابات الرياضيات والعربي ابتدى ده طبعا بضغط الأهل إن هم عاوزين كلهم عاوزين ولادهم يبقوا أحسن حاجة في الدنيا، وأحسن حاجة من وجهة نظرهم شايفينها إن هم يجيبوا درجات كويسه والتعليم والكلام ده. فتعرض الاطفال للشمس سواء في البدايه خالص وفي فتره المدرسه هو ده اللي بيبني العظام، وهو ده اللي بيمنع حدوث مضاعفات زي تقوس الركبتين او مشاكل اعوجاج العمود الفقري او مشاكل في المعصمين او مشاكل العظام كلها بصفه عامه. والمفاصل دايما بتبتدي بتكوين العظم الغلط. لما العظم بيكون غلط نتيجة نقص فيتامين د بيفضل الطفل ده لما يكبر يعاني وبيوصل لأحوال كتير في أحوال كتيرة لخشونة مفصل وقد إيه تاني بجانب فيتامين دي؟ يعني هل الكالسيوم، هل أكلات معينة؟ لان انا بس ليه بسال السؤال ده؟ عشان في ناس بتتجه على طول للسبلمنتس او ان هي تاخد فيتامينات بدون حتى استشاره طبيب، وده ممكن يعمل ازمات فيما بعد. لا، هو السبلمنت استخدامها للمريض مش استخدامها للوقايه، ودي معلومه مهمه جدا. لان طالما انا جسمي بيقدر ياخد الاكل ويحوله للماده المفيده سواء كان كالسيوم، فيتامين دي، مواد اخرى، كان يبقى لازم نلتزم بالاكل. انما الادويه في النهايه هي مواد كيماويه مؤذيه جدا ولها تاثير على الكبد والكلى، وتراكمها بيعمل مشاكل. صحيح. انا استاذن حضرتك نطلع لهذا الفاصل ونرجع لحضراتكم على طول.
بنعود لحضراتكم مرة تانية وجدد لقائي مع دكتور علاء الطحان أستاذ جراحة العظام بمستشفى الهلال الأحمر. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، هي فكرة التكنولوجي ومتطلبات العصر خلتنا ما بنتحركش كفاية زي في الأول. يعني زمان كان حتى الموظف بيروح بيته الساعة 2 عنده متسع من الوقت إن هو يمارس رياضة أو يتمشى حوالين جنينة أو حاجة. النهاردة بقت كل حياتنا زحمة وبقت كلها عبر الشاشات، ناقص نلعب الرياضة حتى على الشاشات، مفيش. فده أضراره إيه على صحة العظام؟ وأنا بتكلم هذا الكلام لأنه مشاكل العظام بتيجي من جزئين، في جزء تعاملنا مع نفسنا، اللايف ستايل الخاص بينا عامل إزاي، وفي جزء وراثي. الحقيقة إزاي إحنا نقدر إن إحنا نتغلب على الجزء الوراثي إذا كان موجود، وإزاي نحسن من اللايف ستايل في ظل العصر اللي إحنا بنحكي عليه، ولا سيما إن إحنا مجتمعات ممكن عاداتها الصحية في التغذية مش قد كده برضو، فده ممكن يعزز من مشكلة العظام. هو في الحقيقة أكتر مشكلتين إحنا بنقابلهم كدكاترة عظام في مصر آلام أسفل الظهر وخشونة المفاصل. نعم. معدل التشوه في مصر بنسبة عالية جدا جدا، وهم مسبباتهم تقريبا نفس الأسباب اللي هي رقم واحد فيها زيادة الوزن. لأن زي ما حضرتك عارفة إن كل كيلو زيادة عن المعدل الطبيعي للوزن المطلوب أو الوزن الايديال يعني بيحمل على الرجبة بمقدار يصل إلى 10 كيلو، فده طبعا يعني أرقام كبيرة جدا، وده طبعا بيضغط في النهاية على العمود الفقري وبيعمل تقوسات وبيعمل عوجات وغضاريف ومشاكل من هذه القبيل. النقطة الثانية العادات الغلط زي عدم ممارسة الرياضة، زي الحركات المفاجأة، زي شيل حاجة من على الأرض بطريقة غلط. في ناس بتشوف ان طلوع السلم ونزول السلم رياضة، ودي بتبقى برضو اعتقد مؤذية للركب بشكل كبير. تماما، طلوع السلم ونزول السلم ده حاجة مؤذية جدا للركبة. عندنا ثلاث حاجات بننبه عليهم دايما مرضى الركبة: الوقوف وطلوع ونزول السلم والوزن. طيب لو حد بيسمعنا، مدمرات للركبة. لو حد بيسمعنا وبيته في دور عالي وما عندوش أسانسير يتعامل ازاي؟ يريح عند كل دورين. يريح عند كل دورين شوية. عند كل دورين يقف ويريح. وطبعا يقلل شوية من وزنه ويحاول يمارس الرياضة. بالضبط. ممارسة الرياضة مش شرط ان احنا نعمل حاجة مكلفة. ده ممارسة الرياضة احنا ممكن نعملها في البيت من خلال تمارين بسيطة جدا نطلع على اليوتيوب، مثلا تمارين العضلة الرباعية. دي تمارين بتقوي العضلات بتاع مفصل الركبة، ودي بتحافظ على المفصل بدرجة عالية جدا، وكمان ممكن تقلل نسب الدهون اللي موجودة في المنطقة بتاعة العضلات وبتاع مفصل الركبة، ودي بتحسن يعني كفاءة المفصل. اسمها العضلة الرباعية. العضلة الرباعية ودي بتحسن جدا، ودي بتعتمد على ان الركبة تبقى مفرودة ومشدودة لأوقات طويلة. هل طريقة قعدتنا ممكن برضو تسبب تشوهات؟ لأنه زي ما حضرتك عارف يعني أنا بحس أن لو جبنا أطفال النهاردة وقارناهم بأطفال زمان هنلاقي العمود الفقري مستقيم، هنلاقي أنه ما فيش فكرة التليفون اللي في إيديهم على طول، فكرة الكمبيوتر، أكيد دي عادات بتؤثر على شكل العمود الفقري. هو في الحقيقة طبعا آفة العصر الموبايل والكمبيوتر والسوشيال ميديا، الأطفال صعب التحكم فيهم، بيقعدوا أوقات طويلة جدا. والكبار والله يعني حتى الكبار عندهم بعض العادات اللي صعب، يعني بينصحوا كويس قوي الأطفال بس هم نفسهم واعين في نفس المشكلة. ما هو المشكلة أن الحياة كلها أصبحت عن طريق الموبايل والسوشيال ميديا. صحيح. فبنركز أن الطفل بيبقى قاعد طول الوقت قاعد باصص في الموبايل، فبيقعد قاعد غلط. طبعا بينزل الأكتاف والعمود الفقري، بالإضافة لأنه في مراحل النمو بيطلع عضلاته ضعيفة، فالعضلات دي مش مبنية أصلا، وبالتالي مش بتحمل المفاصل بعد كده، أو مش بتتحمل المفاصل ولا قوتها ولا معدل الحركة المطلوب أو الوقوف أو المشي. كل ده نتيجة ضعف العضلات بيضعف المفصل معاه. طيب ده بيودينا لنقطة مهمة، كل ما بنكبر في السن كل ما الكتلة العضلية بتقل. بالزبط. نحميها ازاي ونتصرف ازاي، وهل الرجل زي المرأة؟ لأن أحيانا المرأة بتتعرض طبعا لحمل وولادة وفقد بعض الهرمونات مع الزمن، ازاي ده كله ممكن يؤثر على عظامها؟
بالنسبة للسيدات رقم واحد أنصحهم بمشكلة الوزن، لأن السيدات المصريات شوية وزنهم زيادة، مش بياخدوا بالهم قوي من الموضوع ده، فلازم إن احنا نقلل الوزن قدر المستطاع ونمارس رياضة. يعني ايه انسب ثقافتنا رياضات؟ المصرية من الست ما تمارسش رياضة، الست طب انسب رياضات من وجهة نظر حضرتك؟ رياضة المشي. المشي المشي والسباحة؟ السباحة مش متوفرة لكل الناس، السباحة كرياضة طبعا ممتازة ونتائجها هايلة، بس عدم توفرها بيخلينا نقول إن المشي يعني متفوق متاح عن اكتر. متاح أكتر وأفضل وأسهل. طب وشيل الاوزان، شيل اصل دي ممكن واحد تشوف انه انا ما عنديش وقت اروح الجيم، انا ممكن اقولها يعني في اوزان بتيجي في البيت، اوزان خفيفة ونقدر نتعامل بيها. شيل الأوزان، حضرتك تقصدي الجيم والحاجات اللي زي كده أو آلات الجيم لا انا بتكلم حتى على الاوزان ال 2 كيلو 3، هل دي ممكن تفرق ولا دي مش ملهاش اثر؟ بتحسن طبعا بتحسن، بس الأمور دي كلها لازم تكون محسوبة كويس، تكون يعني عن طريق حد متخصص نقدر صحيح، نحسب عشان ما يعملش ضرر. عشان ما يعملش ضرر، ما يعملش تمزقات في الأربطة، ما يعملش إصابات للعضلات أو ما يضغطش على الأعصاب بزيادة. تمام. طيب وبالنسبة للرجال؟ طبعا الرجال العادات الغذائية السيئة بتعمل كتير من المشاكل يعني، وطبعا زي ما قلنا برضو السوشيال ميديا والتليفون طيب والأعراض انا الخطر. هطلع لفاصل وارجع اتكلم، طالما حضرتك ذكرت العادات الغذائيه، ايه الاغذيه اللي ممكن تكون مناسبه لينا للحفاظ على العظام؟ تعالوا نطلع لهذا الفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. بنعود لحضراتكم مره تانيه مشاهدينا الكرام، وخلينا نتكلم عن التغذيه وتاثيرها على المفاصل وكمان او على العظام بشكل عام، وخلينا كمان نتكلم يا دكتور لو سمحت لي عن المفاصل الصناعيه لان هي علم كبير الفتره الاخيره. بالنسبة للتغذية يعني دايما بننصح الناس انها تبعد عن اي حاجة بتزود الوزن، السكريات، المواد الكربوهيدراتية، الدهون، لان دي لها تأثير مؤذي جدا على اجزاء الجسم كلها. بس هل في أكلات ممكن تساعد الغضاريف أو العظام؟ الحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامين دي هي دي الحاجات طبعا المهمة جدا، زي اللبن والبيض والحاجات الفريش زي الخضار الفريش والفاكهة الفريش، دي برضو من الحاجات القوية تمام. جدا بتحسن. المفاصل الصناعية، المفاصل الصناعية هي الطفرة الحقيقية في القرن العشرين، هي اللي حققت إنجاز قوي جدا وتوصف بأنها أنجح عملية اكتشفت في الوقت ده. كان زمان حدوث الخشونة والتآكل كان بيؤدي إلى أن المريض بيقعد في البيت ويبتدي ما يتحركش خالص، ويدخل في مضاعفات زي مضاعفات الرقاد، وقد تؤدي به لمضاعفات شديدة جدا. فكرة المفصل الصناعي أن احنا مش بنشيل مفصل ونرميه زي ما بعض الناس فاكرة، لا احنا بنحط سطح مفصلي يمنع الاحتكاك في الجزء اللي فيه خشونة، زي مفصل الركبه وزي مفصل الفخذ. طبعا مش كل مريض وده بيغني عن حقن الركبه، يعني كنا نسمع برضو عن فكره ان في حقن محدده كل فتره. حسب الدرجه اللي بيشتكي منها المريض، لو المفصل في الخشونه لسه في مراحل اولانيه زي المرحله الاولى او الثانيه، ممكن نكتفي بالحقن والعلاج الطبيعي وبيكون نتيجه كويسه ونقدر نحافظ على المفصل الطبيعي بدون تدخل جراحي. في المراحل المتأخرة زي المرحلة الثالثة والرابعة، إن التآكل بيبقى تآكل كامل، في الحالة دي مش بتفيد تماما. إزاي حد يبتدي يلاحظ إن هو عنده مبادئ خشونة؟ أول حاجة إن احنا نحس بالألم أثناء صعود ونزول السلم. تمام. ده أول حاجة. تاني حاجة بنسمع صوت طرقعة في المفصل مع الحركة العنيفة. بعد كده الألم بيفضل يزيد، وبيبتدي العيان يبتدي يكسل ان هو يمشي علشان ما يتألمش، فالعضلات تضعف، فالوجع يزيد يدخل اكتر بقى في دايلامة ويدخل في الدايره المغلقه اللي في النهايه بتعمل التآكل الكامل للمفصل. انا بس اللي عاوز اقوله ان دايما في مرضى بيفتكر ان هو مع اول احساسه بالوجع محتاج مفصل صناعي. لا،
المعلومة مش كده خالص. المفصل الصناعي ده مش قطعة غيار، ده ما بنلجألوش غير في المراحل المتأخرة. الحادة جدا. ولازم طبعا العيان يكون متعاون معانا جدا في التعليمات اللي بعد العملية، إعادة تأهيل وعلاج طبيعي وتعليمات كتيرة للحركة بعد عملية المفصل الصناعي. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا دكتور علاء الطحان، استشاري أستاذ جراحة العظام بمستشفى الهلال الأحمر. أشكرك يا فندم. أشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا، أتمنى لحضراتكم تمام الصحة والقاكم دايما على ألف خير، ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.